أعطيك حاجة إنسانية ما تعرفش نعطيه سكوب. فما احنا نعملوا فيه مسيون تقريبا عندها شهرين شالي معناتها، فما امراه معناتها ما تراش طلبتنا، هو برنامج رياضي لكن المراه هذه طلبت معناتها تحب الناس تعاونها، غلطت في البرنامج ولا ما نعرفش معناتها شنو اللي انت طلبت في برنامج رياضي بالظهر. المهم شعباني يسمع في الكهرباء في اكسبريس اف، بعد اصر بعض الواحد انه نعطيه نمره وتكفل بكل، هو نعرف هو باش تغش يعني هو ما حبش يقول الحكايه هذه صح، وتكفل بكل مصاريف السيده هذه من الالف للي معناتها صح. وانا بصراحه انا معناتها بعد الفازه هذه معناتها انسانيا معناتها اخلاقيا من احسن ما اخلاقيا من احسن مش خاطر ربي تلبتها ونحكي تو خاطر تحكي لمعين معناتها هو بده يعمل باش تغش عليه خاطر ما يحبش يحب يعمل حاجه تحت معناتها بالستر.